فيه. منور يا عبد القوي، البيت منور بقاله. طب اتفضلوا اشربوا، يعني انتوا مش محتاجين عزومه. حاضر. عندي اذنكم اتكلم في الموبايل. اتفضل. ايوه جاي عن اذنكم. اتفضلي يا بنتي. اعمل ايه في المصيبه دي؟ يا ساتر يا رب، مصيبه ايه بس يا بابا؟ اخوك للحد دلوقتي ما جاش، بكلمه على الموبايل لقيته قافل. جاي راح يدور على نوسه. الله يخرب بيت نوسه على اللي جاب نوسه. انت ما هتخرب بيتي. ليه بس كده يا بابا؟ انت عارفه الناس دول جايين علشان ايه؟ جايين عشان ما هتشوف عمر. مش بس كده، عشان كمان ممكن انهم يتكلموا عن جواز ابني من بنتهم. اقول لهم ايه دلوقتي؟ اقول لهم ابني راح يدور على الخزيه اللي بيحبها. هو في ايه يا عبد القوي؟ انا عارف. في حسين، هو في حاجه؟